إذا كنتي أم جديدة أو عم تتحضري لتصيري أم وناطرة البيبي فهي الحلقة لإلك. بهي الفترة حتسمعي كتير خرافات من أمك وحماتك وجيرانك وكل حدا مر بهي التجربة وجاية يعطيكي خلاصة تجربته. حنحكي اليوم عن الخرافات والأخطاء بالتعامل مع حديثي الولادة ويلي ممكن تعمل لهم مشاكل صحية. إذا أول مرة بتشوفوني أنا علاء هناوي وهذا إيكيو. أول عادة هي تمليح الطفل. هي عادة كتير قديمة بس لهلأ منتشرة. بتحط الأم الملح مباشرة على جلد الطفل أو بالمية اللي رح تحممه فيها. الهدف من هالشي هو تطهير جلد البيبي وإعطائه مناعة ومشان بس يكبر تقلل من الروائح الكريهة للجسم. كيف تهيأ لهم هيك ما بعرف، بس يلي منعرفه أنه تمليح الطفل رح يعمل له زيادة بامتصاص الملح عن طريق الجلد أو إذا بلع من مية الاستحمام لملحه، وهالشي رح يعمل له ارتفاع بنسبة الأملاح بالدم وبالتالي رح تتضرر الكليتين لأنه جسم الرضيع ما بيحسن يتعامل مع كل هالكمية من الملح. كمان التمليح بيعمل التهابات جلدية وتسلخ وممكن أنه يعمل تكسر حاد بالكريات الحمر، يعني بيصير عند الطفل نقص حاد بخضاب الدم. كمان ممكن يصير عنده ارتفاع حاد بالبيلوروبين وحدوث يرقان وجفاف وفقدان كتير من سوائل الجسم. العادة الثانية أو خلينا نقول الخرافة هي وطوطة الرضيعة، يعني أنه تحط الأم دم وطواط على جسم البنت الصغيرة منشان تمنع انبات الشعر بالجسم. هاي خرافة كتير قديمة بس ما لها أي أساس طبي وأبداً ما حتفيد طفلتك إلا أنك حتعرضيها لأنواع كتير من الفيروسات يلي بتكون بدم الوطواط أو الخفاش. نجي هلأ لعادة تقنية الطفل أو لفه. بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فهي العادة ممكن تكون أسلوب فعال لحتى تهدي الطفل وتخلينا نوم عميق، بس لما تكون معمولة بشكل صح. لكن التقنيط له مخاطر كتير كبيرة مثل خطر الموت المفاجئ أو الاختناق، خصوصا إذا كانت الأم منيمة الطفل على بطنه، أو ممكن يعمل خلع بالورك إذا كتير شدينا اللفة على الرجلين، وكمان بيعمل ارتفاع بدرجة حرارة الجسم خصوصا إذا لف البيبي بأكثر من حرام. لهيك أطباء الأطفال ما بينصحوا باللف لبعد الشهر الثاني من عمر البيبي. بما أنه عم نحكي عن التقنيط والنوم فلازم أحكي لك أنه مهما سمعتي من يلي حواليكي أنه النوم على البطن مريح أو على جنب الطفل ممكن يكون أحسن له فهذا أسلوب مو صح أبداً. نوم البيبي بالشهور الأولى لازم يكون على ظهره مع مراقبة كتير منيحة، وتأكدي أنه السرير ما فيه ألعاب أو أقمشة ممكن تعمل له اختناق. نيمي الطفل بسريره لأنه أأمن من سريرك، وممكن نستخدم اللهاية بس بأول 4 شهور لأنه بتحمي الطفل من خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ، ومن بعدها حاولي أنه يتركها. من القصص يلي بتصير مع البيبي بأول ولادته وبتتصرف كتير من الأمهات معه بطريقة غلط هي اليرقان الولادي يلي بيصير عند أغلبية حديثي الولادة يلي بيروح من حاله من 2 لـ3 أسابيع. الحالات يلي بتطول أكثر من هيك بيتعامل معه طبيب الأطفال من دون الحاجة لأنك تحطي له طوم حوالين رقبته أو تعطيه مي وسكر أو تحطيه تحت ضوء النوم. من الشغلات يلي رح تختلفي عليها كتير مع الكل هي شرب المي للرضيع. طبعا بحسب منظمة الصحة العالمية فالأطفال بالأشهر الأولى من حياتهم ما بيكونوا بحاجة للمي لأنه حليب الأم بيحوي 80% مي وبيعطي البيبي سوائل يلي هو بيحتاجه، لهيك ما منفضل إعطاء المي للرضيع تحت 6 شهور لأنه شرب المي بهذا العمر رح يعمل له سوء بالتغذية، فالمي حتعبي معدته وحتخلي إقباله على الرضاعة خفيف وهيك ما رح يحصل على التغذية اللازمة. المشكلة الأكبر يلي منخاف من أنه تصير هي تسمم المي، وهي حالة خطرة وبصير فيها خربطة بشوارد جسم الرضيع. نجي هلأ لعادة تكحيل العيون. هي العادة يلي بتعملها الأم منشان يطلعوا عيون ابنها حلوين وواسعين. طبعا هذا الحكي غير دقيق وما له أي أساس من الصحة، هي ما رح تعمل له إلا التهابات جرثومية وفطرية وانسداد بالقناة الدمعية. كمان الكحل بيحتوي كميات كبيرة من الرصاص يلي بتعمل تسمم رصاص عند البيبي وبتخفض من مستوى ذكائه. الأهم من هاد كله أنه ممكن تعمل فقدان بالبصر لأنه ممكن يكون فيها ملوثات وشوائب. بعد كل هالأخطاء والخرافات يلي سمعتيها خلي المصدر الوحيد لمعلوماتك وتعاملك مع الطفل هو طبيب الأطفال. تبقوا بألف خير، بشوفكم الجمعة الجاية، باي.